هلا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ بعد التحديث الجديد ما نزل يا شباب، انا دلوقتي بخش اجرب الزراير شغاله ولا لا، لقيت كل الزراير شغاله تمام، فوق وتحت والسرعه زي الفل، لكن زر الانبطاح مش شغال، هو حرف الزد جاي بدوس عليه مش شغال. تعرف المشكله فين؟ تعال انا اقول لك المشكله فين. نروح مع بعض كده على الإعدادات، ونروح يا سيدي على عناصر التحكم. تمام، روح على عناصر التحكم المتقدمة، هتلاقي هنا المشكلة يا سيدي. دمج وضع الجسوم والانبطاح، عامل له تفعيل، لا عامل لها تعطيل. وتخرج كده تاني، بص يا سيدي، بدوس حرف الزد اهو، اشتغل معايا. شايف؟ بس يا سيدي كده كل المشكلة اتحلت اهو. حرف الزد شغال، حرف الاس كله تمام، كله زي الفل يا سيدي. اكيد المشكلة دي لو نزلت التحديث الجديد هتواجهك، خلي بالك منها بقى. لو جت تعرفها ان زر الانبطاح وضع الجسوم والانبطاح، مش يا سيدي؟ ما تنساش تقول لي رايك في الايه. عند الايم كمان، بس المشكلة شوية في الحساسية، محتاجة تظبيط. يلا بقى، اشوفكم بخير، باي باي.